الله وبركاته بشي سومان لا دما وسلام يا ولا لا حيو وحما قعايق يا موقايق قريمة وسلام يا وحن ولا لا يدك عصنا يا وحن هاي ننتي جبناها هاي إيماني تي دوي كل اللي لي الطريقة اللي قلتهم هي مرنا ما يهين والله بما يهين وصدح ما يهين إلى هاي بلاد إنك سوي أوجاي لدولتهم بني أوجاي وأجي بريدريس كا ولا يجون هتشبي أو ولا يجود دلي أو قارب وتهري هم في الهواء كتشرسينا يا أو واجي بري ويجون هتشبي سوا سأقول بسن دريس كا وح أمد وما تشرتي إنه نك دريس كان جاي صاحبي هبين يا معنا أنا يجون هتشبي دريس كفري باس كولاتا مرنا ما يهين والله مرنا ما يهين إما كان إلى هاي بروح ولو إلى هاي بقى يكشفني إلى هاي بقى يسوق عن قلبي أرجع سوق كفاش المي وأنا بين على وأنا كاتب وح الله وح لقى قرية أنا ما شفتها بيا راتي إنه كبر دي سيمان ها صدحوا بضايا نضاي قبر صدحها بان هاي ده ما يهين قبر سوق القوقع قاويو ومصر كل قتشيو وعنها اللي لو قدوه هالكل واقعي شق الصحاب حق الواقع كل مقلي وحن دعاني وي مركانا كاري أنا مركو مر صار تقول لي هاي ذا يجي عن هريسي أنا هني كان أبين كي يقول حكوا شري محاكبات محاكبات ده حكوا شري محاكبات ده واحد يجيسي نف نف فيجيسي مركو لو قول بيجي له وسكر قول بيجي له ومر قول بيجي له ومر كسقور يبى أصلا ريلة هنا ومر هينا الله بهنا تون شر فرها إسارة أنا سوق أشوفه وكل جي قدر ما يقص صارتي وبعد كي يجي قاتي وحوم يجي قاتي وهو يدو جيسي وأبيه هو يدو جيسي هكا هو هيا وحوم يجي قاتي يعني كا هو يو المهي لما ثم أنا قلت يلا هذا الشيء يلا صار دباتوتي يلا صار سريعي يلا صار ترفي موتي وبتكي كحوا غيري كقاضي هبينا ما جم باكوري كردنا ما استحلو كبر بانو كقاضي يدخده إما كي حاتنا أما أنا يان كراه أنا وبتكي كقاضي وبنان كشوجا وصلنا ذي بركة صمغنا ومصروف في مصرف في حلا وحجسية أنا شرين أنا هذنا أما كراه وهبيني ما يدرس كي بهن شبيه وما حين الله با حين إما كلام عندي الله حلايو قل أيام كشراء تبغ مصروفه كل هرتي اسمه تهو أما أم بالله أحي وح نفتي دي نفتي دوا معان قل أيام كشرا كما صبحه إما كان هروح مريا وأفتي سكوب بحسدي بين أبور باص ما يصنعيا نفتي نصور تما صما يصنعيا أيا دخل كي جي صعب شيء أيا دان دي ليا هو ما كقصينيا أفريقيا إيشيا الوح قرصة مشرتو تطلع مقريان ما قرأتي تطلع وح با مقريان هو يدي أبهن غير ميت كيقوي مي أي كسر شيء ده وما تسمع لنا إلى هي أمة ديسة هي دولة وحنا كعصنا يعني كسوي تبي أو تيجي بيت دسي أي أفريقيا شيء ما أنجلي خرائي مكمل شرتو ونقام يحكي شابون ده بتكون مرا وور وريا دبات يلا هستان بنا كوب بحاء وهري هاي من سكان سكيل عليا وهاي جنب إيه هاي وأنا سعيد بتهاجي هاي وواك إلى هاي إيه كشف يصير أوتوم أي إلى هاي كشف يصير برا كاي بقرا عيا ويقول ثم يا أنا قبر صدها أو بدو هيا أو بنقدر حيا ونقودي لي ونقول حيرين إلى هاي أمتي سمحك عصني نكاسين بين علي هاي وح الله وحاو الشيء إلى بنتها والله يا وبالله يا وطلاه يا وانوي سقبا وصرات بنك وحيو إلى هاي يقو أوكي هاي إن أنا جعانك جهري وحق عارمك جهري يعني تشري ما حكمت ما نكيمي لبيه تمك تهرم ماي هاي سالسنو ده ما علي ما بسأل قيني ما أنا كني بكريبة ما بكر كل هذا بمن قاعد كريبة ما حكمت مدة عيا نورك تي وح سنين بانوتة وح تل سنين تا سنين تا يقو صار نقطة نيكا قصور هاي نيكا رجع أيو لا دمع صنع وحي إسلها إسكوغو غروري وريرك إسلها عي أيو إسلها قصورو وحي يولي صون نقطة آخر كدم به يقول صو الله أبتا إيه رجع يا الله صدق وسوين أمو إيمان سر أو سمو أرام حكا بدي كل أبلان تي كسل كسل ميسرا أو كسل ميسرا أو إلى هاي بقى شوفي أنا محكا بدي كمان كلا جانا بحر شارها لبيت ما كدهور نمو وهل كاي قبتي وسيرة كاي قبتي ويري كاريك كمان هيدين كمان هيدين إذا تجيبنيسي أنت صاعي قاضي ويتوخان تخيي أيو لامي ذا قرقر كذا شش سد توم كاي تشيري سد بيصل يرا تشير سدتا سد توم كاي تشيري أيو كاريك سر كري لأن وين تيجي مهل بان صار بسكالي ما قال يا بانكول ماركو أركينا كاريك كل وين دواك دكتي كساري أيو نعم بحصلت هاي يقول رفتي لوك ولي يقول رفتي بانكول ويبرسيني حاجة أي حاجة تونا مأي كرو وردي العيقات مي ويبرسيني وما تسمعنا وحن كعصنا يا وحن كعصنا يا وحن كعصنا يا نير صامر يا دارم أنت أسيسلعيني ويسلعيني إما كنا أما يا الله هاي أما وحشكت أيان إما كنا لا إما كنا ويجو ترنت ساعة عدة إن شوقين هاليو أي يجو ترنت هاي إنك سوا بين على وبين أبو رحمك ما سمعي كبري سمن ها مسكينات بره ها دم أبوك أيك سارتي درحم أيك سارتي باب أبا أيك ساري ترى يا أيك سارتي دمر كاي سارو دمر دي ثورنا أما أيان كلا
أمان أيام كلا أي أمان أيام كلا أي هبين يماني بقى قلبي جاي مصبنا هبين يماني تونا مصبنا هبين يماني تونا وما دسوا ما لنا واحد عصانة يا نكا إنه واحد يقول لي قصيو واحد يقول لي قصيو ناقو من قنين ناقلا تومي وطريق لقو تومي وققل لقو تومي وبنا لقو تومي ما ناقو من قن سا ناقو من قن سا دوا مايا وحو وناق لقو هل لقو عينة لو حمان لقو ما حلو وناق وح لقو عينة حمان لقو ما حلو مركز ninkaas waa dulcir oo waa safraa oo wuxuu yahay baan jirin oo wuxuu go'an jiray ilaahay ilaahay waxa qaad kari oo bilaana baan xiga qaad kari oo maxkamada xiga qaad kari ko wayan kaaga siinaya bal waa cid wax ku qabata maanta yaa wax ku qabanaya dawlad baa wax ku qabanay oo maxkamada wax ku qabanay oo yaa wax ku qabanaya doqanay oo majaxaan haysta waxa bii faanti waxa sanu luha direys buuxina direyska ayuu igu faani ila qofka ma weynayne direyska ayuu igu faani zakad walba wuu igala oo wax dariiq walba wuu igala oo meel kasta بسم الله الرحمن الرحيم وحان ورئيس لي لاني اسبطوري مهد عبد عثمان وكتر سن عيدان كتمريد السومالي لان خيب تبوليسك ورئيس لي وحكو سابسنا وان مهد ويديني سوسيال ميديا والوفا في سوغو قفتو مرا وقعان قاضي waad tabo sidaa wax u dhaceen iyo qof dumar wixii ay ahayd ayaan weydiinaynaa isbitaalka mahad abdul usmaan alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh waxaan kulay aad baan hortay in salaamayo bulshada somaliland waxaan kulay dhamaan aad baan salaamayo inta magac iyo muuqayga taqaanaba horta arifow wal xasaasiyadii gabadhan waxa ahayd gabadheedii baa horta gabadheedii baa ahayd in mudabayga maqnayd in badan bayga maqnayd arurteeniga way daadisay arurteedii aniga haya ana ciyaalka gacanta ku haya seen badan iga maqnaayeen maxan kulaay waxa maxan kulaay aan ku arkay maxan kulaay dadna meel iyo dad joogta maxan kulaay maqaxay ama maxan kulaay meeradan tumar qaystaan ayaan ku arkay aragii aan ku arkayna dadna waan dhaafay waan soo noqday haddana dib baan soo kala jeestay intii aan soo kala jeesanayay ay dhagax diyaarsatay maxan kulaay dadna gaarigii aan watay ay imbaadi ka jabisay sidaasuu arrinku ku dhacay waan soo degay waan soo qabtay dhurbaax aan ku dhuftay si qarsoodiya ayaa maxan kulahay dabay tamiil yahan loo faafiyey layga duubay arrintu saas horta ku dhacday laakiin bulshada reer Soomaaliya waxaan u sheegayaa sida lagu qoray sida miidiyaha lagu qoray waxa lagu qoray ardayad bay hadda lagu qoray laakiin ardayad ma ahayn gabadheedi bay ahayn gabadheeda maxaan ku dhahay gabadheeda degmo gabadhi soorta meel adigu ka wariyahan meel suuqa uga gashay gabadhaada maya meel magaalada uga gashay gabadhaada taa maya anigaaba suuqa ugu jiray maxaa suuq geynayaba waa qalad weeyaan meel iyada u gudkeedii daalisay meel ka ogashay suuqa ka gashay maya hadaba arrintu saas ay ku dhacday laakiin waa la xasaasiyadeeyay waa la buunbuuniyay maxaan ku dhahday gabadheedi bay ahayd bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegay iyo dadka dadweynaha Soomaaliyeedba arrintan in aad la xasaasiyadeeyay ilaali arrintu saahay anigu boolis baan ahay boolisku markii hore anigu military aan ha jiray muddo maxaan ku dhahay ku xogay booliskan ha booliskan haade laakiin boolisku wax weey ciidanka lagu hurdo hadii habeen lagu hurdo haddaad ma ka taqrinta booliska oo maxaa booliska weeysi ma haday booliska la nabaa idan ku carabo booliska sharaf bin mudoy laakiin dad baa jira booliska xumaantooda raadiya kuwaas sida ugu baa ku dhib qaba hadaba ma hayl ciidanka in booliska la nabaa maaha booliska waa nabadgelyadii nabadgelyadii mas-uulka yihiin dadweynaha waxaan u sheegay in booliska yihiin saaxiibka dadweynaha yihiin ama asluubta ahaado ama military ahaado ama ciidamada dalka kala duwan ahaado ciidanka waxaan idin leeyahay ciidanka soo dhawaada ka bulshahaan soo dhaweeya ciidanku waa ciidankiinnii maahay la faafsan maahay la xanuuntooda daydadaan ciidanka aad soo dhaweeya laakiin arrintaa waa la xasaasiyadeey arrintaas ahayd okay isbitaalka mahad abdul usmaan arintaa sidii ay wax u jireen uu sheegay waxa weeye cidda waxa weeye bil aadanka xumaantooda raadinaysaana ma wacna waxa weeye dadka fiidiyo la hoos yaacaan waxaana weeye waxaana dee waa dumar mahad oo wax la yiraahdo ama uu samir ama ka samiro waxa weeye dee kulli marka la leeyahay xabaal iyo ninkeed loo kala tag horta nin iyo gabadhii ugu bay soog waxa weeye mahad oo waxdi sheegtay in waxa weeye waqti badan ay ka maqnaydo waxa weeye aad raadinaysay oo waxa weeye lagugu sheegay goob ay joogtay goobtii markii aad tagtayna waxaad kala kulantay marxaladda
adigoo inay gabadhaadiitay aad waxa weeye aad ogeyd gaadhigaabaad saaraysay sida fiidiyowga ka muuqato iyadana way diidanayd taasaana dhirbaaxada keentay iyadee waxa weeye muddada ay maqlaydoo waxa weeye haddii waxa weeye aanu nahay shacabka reer Soomaaliland arrinta waan ka garwaaqsanay dumarkuna waa dumarkeennii dumarkuna kana waanu jecelnahay waxa weeye nin waliba wuu dhalay waanu qabaa markaa waxa weeye fiidiyowgii la duubay ee nooca kale ahaa xaqiiqdiisii waa annaga ii soo duubnay gabadha gaadhiga ma saarayn ka haysay sibisoallahiisak intaasan waad mahadsantay mahadoo adigoo waqtigaaga waxa weeye aad nasiisay allah iyo macakan